هذا وأدان أطباء يمنيون في مدينة تعز اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بعد أيام من حصاره واستهدافه بالقصف. وفي تصريحات ليمن شباب قال الأطباء إنه يجب على مجلس الأمن معاقبة الاحتلال على جرائمه بحق المنشآت الطبية التي يلجأ إليها الجرحى والمرضى والمصابون، مشيرين إلى أن ما يقوم به الاحتلال يأتي بغطاء سياسي وعسكري أمريكي وغربي شجع على ارتكاب المزيد من المجازر. نحن أطباء يمنيين في مدينة تعز مدينة الجريمة الإرهابية التي قام فيها عصابات الإسرائيلية في اقتحام مجمع الشفاء الطبي وإخراج المرضى والرضع والخدق من عين مركزة ومن قسم الطوارئ ومن قسم الجراحة إلى أماكن مجهولة. ندين هذا التصرف العشوائي، هذه مرافق مدنية خدماتية لخدمة المرضى، وندين هذه اللحظات القصف المستمر على الأقسام في مستشفى الدفاع على كافية الأقسام، قصف غير مبرر، هذه أقسام خدماتية تخدم المرضى والجرحى والأطفال والنساء. لذلك من مدينة تعز ندين هذا الاعتداء الهمجي على هذه الأقسام الطبية. الحقيقة أنه ما يحصل في مدينة غزة خارج نطاق العقل والمنطق. لم يعني ما يحصل في المستشفيات واعتداء على المستشفيات جريمة لم يشهد التاريخ مثيلا لها. ليس هناك معنى أو وجود الإنسانية في مثل هذه التصرفات الحقيقة، يعني كما قلت لك خارج نطاق المنطق. وإلا فالمستشفيات هي الملجأ الأخير لكل جريح ولكل مريض، سواء من الأطفال أو النساء أو كبار السن أو حتى الجرحى. هناك حقوق عام يعني معترف ومتعرف عليها دولية، أهينت المجتمع الدولي وقرارات في إسرائيل أو ما تفعله إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة إهانة للمجتمع الدولي بأكمله.